شايف برضو جزء كبير من اللي انت مش عارف تعمل صفقات، وده يمكن امر واقع. بص يعني الجماهير ملهاش ذنب، ولا اي زملكاوي ليه ذنب، هو اي زملكاوي وجماهير الزمالك من حقها انها تشوف ناديها احسن طبعا. نادي في الدنيا. طبعا. لكن جزء كبير من اللي مأثر على الوضعيه اللي احنا فيها موضوع الغرامات، طبعا. موضوع الديون، موضوع اللي انت كل شويه عندك فاكو كريد، موضوع كل شويه انت عندك اللعيب ده مش عارف عايز كام، والمدرب ده عايز كام، واللعيب لعب من 90 سنه عندك بيطالب بفلوسه وفلوس كتيره جدا. فشايف ده معطل شويه المجلس عن ان هو عايز يعمل صفقات بمبالغ كبيره. بص، ساعات حبنا للحاجه بيخلينا ما نحكم، نشوفش. نحكم حكم رومانسي شويه. ف يجيبوا لو مش قد الشيء، حاجات بسمعها كده. بص، في حاجات انا في حاجه عقلاني جدا فيها، انا عارف الوضع عامل ازاي. وفي حاجه جيت اتكلمت معاك قبل كده، فاكر ساعه نهائي الكونفدراليه قلت لك جمهور الزمالك اعظم حاجه في الدنيا، بس في نغمه كده انا بتوترني جدا بصراحه. انا مش بمن على الزمالك، انا بشجع الزمالك، فانت مخنوق قوي كده يا معلم ما تشجعش الزمالك. بس انا قابل بالظروف دي. بس برضو بص، معلش، الجماهير انا برضو بيبقى ليها حق احسن في الكواليس بعض الاوقات. من دي بالظبط. في الاخر، يعني احسن الكواليس. انت مش قابل ان انت ما بتشجعش النادي الاكثر استقرارا، ولا الدنيا لطيفه عنده والدنيا جميله، انت مش متفاجئ انك بتشجع الزمالك اول امبارح من الاخر. هي بقى عارف يعني المشكله في ايه؟ احنا عارفين اصل، يعني انت عارف ده القصه؟ تاريخ. انت عارف القصه في ايه؟ القصه ان نادي الزمالك للاسف هو النادي الوحيد اللي في مصر اللي موجوده فيه الظروف دي. ما هي الناس لو تشوف نادي تاني او اي نادي يعني في مصر يتعرض لنفس الظروف، لا يتعرض لنفس الظروف، عندنا هتعرف ساعتها اللي انت، لا ما احنا في كده. طاقة تاني في الإسماعيلية كده انا عنده بقول لك مشاكل، يعني انت فاهم قصدي؟ لا والله انا بتكلم على اي عنده نادي. مشاكل. لكن للاسف انت ما عندكش غير مثال واحد بس، هو اللي فيه كل المشاكل، بس هو انت اللي فيه كل بص الازمات. ده بس انا قصدي ان انت عارف المشاكل اللي عندك، خلاص شجع فريقك بس خلاص. اقف جنبه. خلاص بقى، ما انا قابل، انا بس ده هو الفريق الجمهور بشجعه. برضه بص بيقف. زي جميل، ما طبعا ما بقول لك كمل بقى اللي انت بتعمله، ما تقعدش تقول له بس كل شويه ان انا ايه هو امتى او انا مثلا هو ازاي ده ما انت عارف احنا عارفينها ازاي انت عايز بيحصل تقول لازم تتقبل من ظروف الاخر. ناديك اللي مش هو فيه. مش تتقبلها اللي هو واسكت، لا بس ما تتكلمش الموضوع بانهزاميه او انا متفاجئ مثلا، ما تحسنيش. انا في ناس بحس ان هي لسه مختاره تشجع الزمالك امبارح. مش انت زملكاوي؟ احنا جداد، احنا عشنا 10 سنين جمال يعني، وبنرجع اكتر تاني، كمان. ودي العظمه بتاعتنا. انا بشجع النادي، ما هو احنا انا شجعت لعيبه ما بالعكس بعرفش انت نجوم. بتزيد. ده بقول لك شجعنا لعيبه ما بعرفش تلبس التيشيرت ايه اصلا. في ناس بتشجع بروسيا دورتموند وليفركوزن وماينز وناس، هو ما بيقولش ان انا هخش السنه دي لازم اكسب بايرن ميونخ. خلاص الموضوع انا هشجع صحيح. خلاص، في ظروف وانا عارفها كمان، يعني كمان مش بالظبط. مش عارفينها، حاجه مستخبيه. ما مصر ينفعش كلها عارفه، تخبي عينك على الحقيقة. مصر كلها عارفه ان الزمالك عايز فلوس. خلاص ربنا يسامح بقى اللي كان السبب، بس الناس عليها فلوس هيدفعوا الفلوس دي. ممكن يوفروا، عندهم حلول اكثر ابداعيه من كده، او ممكن انتقد، ممكن اتكلم، بس ما تقوليش ان الوضع وردي جدا، فازاي ما اعملش تيم زي الفرق اللي بتنافسني اللي عندها قدره شرائيه اعظم مني بكتير. الموضوع منتهي، انا بشجع نادي عنده ظروف صعبه. انت عايز تقول بس ان انا اتكلم واعمل وانتقد وحاسب، ده لو الدنيا لطيفه، حاجه مستقره، فابتدي اقيم اداء الاداره. زي يعني لما نيجي لو كان على الكره العالميه، لما اجي اكلم واحد زي ارتيتا بقاله كتير مع الارسنال مثلا، والدنيا لطيفه وبيجيب اللعيبه اللي عايزها، فابتدي انا راجل بحب الارسنال، فاقول له والله ازاي ما جبتش مهاجم زياده. انما لما يجي الجمهور بيشجع مثلا تشيلسي، الراجل جايب له 50 لعيب جديد، وراجل لسه ماسك واول مره يلعب في البريمير ليج. ده من السنة اللي فاتت كمان. لا ده لسه الراجل ماريس، لا انا الراجل مش السنه بتكلم دي. على المدرب، انا فلما بتكلم يجي من حد تشيلسي من بقاله كام، بقاله كل سنة جايب له نتائج. لعيبه كتير ده جدا، تشيلسي كمان. 50 لعيب جديد. فلما اجي اقيم، انا ما ينفعش احط ظهري على الكنبه واقول لك والله ماريسكا ده مش، لا ده غير ده. انا راجل اهو بقول لك ما بحبش تشيلسي. انا عايز اقول لك ان في مانشستر يونايتد، يعني انت لسه بتتكلم في اول ماتشين ثلاثة، تن هاج يا وزيرزي عيني، واخد تقطيع يعني، هو لسه. تن هاج يا عيني اصلا الدنيا عليه، واصلا هو سير فيرجسون نفسه 6 سنين عشان يعمل كوره، ما حدش كان بيطالبه. بالظبط. يا جماعه ده عبث ان انا بطالب حد يخلص ده مش ماتش تنس ومش مواقف فرديه بس، والموضوع بقى منظومه كامله. زي فكره برضو ان الجمهور اللي كان بيحكم على مستر جوميز، واللي دايما يقول لك لا ده يمشي، ده مش عارف عنده ايه. بس مش عندوش مش عارف يا ابني، طب اديله التجربه كامله عشان اعرف امشي. صحيح. لما امشيه اقول له انت مشيت ليه؟ انما ده راجل مثلا يقول لي والله هلعب انا باك جبت شمال، لك وعملت لك وحققت لك على مثلا الاقل عشان عشان عندك تعرف مثلا تحاسبه. انت عندك 5 مطالب، انا جبت لك 3 لعيبه، انت عايز 5 لعيبه مثلا، جبت لك 3، ابتدي اقيمك. انما هو الراجل كان بيقول لك عايز 5، انت كنت بتقول له القيد مقفول اصلا، بالظبط. يعني اللي هو مفيش امل في واحد. فدلوقتي انت تجيب له، ده يبقى بقول لك دلوقتي لازم نحدد المطالب، عندنا باك شمال انت جبناه، شايف دلوقتي قبل ماتش زي ماتش السوبر، سيبك من ماتش الكونفدراليه طبعا ماتش محتاج مهم، لكن احنا واثقين في اللعيبه اللي موجوده تقدر تعدي الماتش، يعني لو لعبوا لعبهم اسم وادوا الزمالك الاداء كفايه. المتعارف عليهم. بالظبط، هيعدوا الماتش بمنتهى السهوله.